بيان المفوضية السامية أستاذ سمير لحقوق الإنسان في منتصف شهر فيفري، وتعقيبا على اختطاف الأستاذ البحيري، كانت حينها نبهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعبرت عن قلقها مما أسمتها بتدهور السريع لحقوق الإنسان في تونس، ومن التوظيف غير النزيه لقوانين مكافحة الإرهاب وارتفاع أعداد المدنيين الماثلين أمام القضاء العسكري. لكن أستاذ سمير، خلينا نحاول نفهم قانونيا على الأقل، هل تفسر أو تبرر الإجراءات الاستثنائية المتبعة منذ 25 جويلية وقانون الطوارئ الذي تم تمديد فيه مؤخرا اللجوء إلى المحاكم العسكرية؟ اللجوء إلى المحكمة العسكرية هو بخلفية سياسية ولا علاقة له لا بالدستور ولا بالقانون، بل الدستور والقانون واضحان تماما. فصل 110 من الدستور يعطي للمحكمة العسكرية اختصاص الجرائم العسكرية لا غير، بينما المدنيون يحاكمون أمام القضاء العدلي. ولكن بالمقارنة البسيطة، الذين مثلوا من المدنيين وخاصة من النواب والمحامين أمام القضاء العسكري بعد 25 جويلية عددهم قد يفوق الذين مثلوا أمام القضاء العسكري من المدنيين في الربع قرن الماضي. فالعملية واضحة، رئيس الجمهورية يعتبر أن القضاء العسكري هو أداته في محاربة معارضيه، وما بالعهد من قدم العميد الكيلاني هو سجين سياسي تم اختطافه بتغطية قضائية ببطاقة إيداع لا محل لها من الأعراب، لا قانونيا ولا واقعيا. الرسالة واضحة موجهة لمعارضي الانقلاب، لأنه بالدارجة التونسية السلطة هذه ما يكبر في عينها أحد، فالمطلوب هو تخويفهم، وخاصة التخويف بهم. وللجواب على سؤالك، ليس هناك أي مرجعية لا دستورية ولا قانونية لتعهيد القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين. الخلفية الوحيدة هي خلفية سياسية يراد منها إسكات كل من يعارضون قيس سعيد ومسار قيس سعيد. بعضهم يحاججكم أستاذ سمير، يقول بأن قضية شهداء الثورة وجرحاها أحيل فيها المتهمون على أنظار القضاء العسكري. أين وجه الشبهة ولا الاختلاف فيما يتعلق بكل القضايا التي تناولت شهداء الثورة وجرحاها والمحاكمات الأخيرة للسياسيين وآخرهم، محاكمة الأستاذ العميد الكيلاني؟ بالنسبة لقضايا شهداء الثورة وجرحاها، هذا كان حولها جدل كبير، وفي الأخير تعهد بها القضاء العدلي. أما كل المحاكمات التي نظمت مؤخرا، سواء النواب أو المحامين، سواء التي عدتها سيادتك أو ثم قضايا أخرى ضد المحامين لم تعددها، كلها بخلفية سياسية. وحتى التعهيد كان فيه تحيل كبير، لأنه في القضية الأخيرة مثلا الأستاذ العميد الكيلاني لم يكن وكيل العام لدى المحكمة العسكرية، رغم أنه ليس له اختصاص، والاختصاص هو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس، ولكن رغم ذلك الذي قام بالمراسلات والإجراءات هو وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، وهذا خرق داخل خرق، مما يؤكد أن آخر شيء تفكر هذه السلطات في احترامه هو القانون وهي الإجراءات القانونية.